قبل سنة نزحت ديما وعائلتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، وتأثرت ديما طفلة 13 ربيعاً بويلات الحرب، حيث انطوت على نفسها وصارت تخشى الاندماج مع المجتمع الجديد. خلال هذه الفترة كان الرسم صديقها الوحيد، ولهذه الرسمة تحديداً قصة أكثر إيلاماً من غيرها، فهي تجسيد لمشهد موت عايشته في سقف منزلهم بينما كانت تلعب بدميتها مع صديقتها المقربة. يوم توفت صديقتي كنا فوقنا نلعب بالجبهة حقنا، كان يفجروا جبل عن الورانا قبل نقوم. عن صديقتي قلت لها رصاصة من فوق، بعدين احنا اسعفناها قعدت اسبوع بنتها وماتت. هذه رسالة ديما، هي ترغب ان تصل لزعماء الحرب للمطالبة بوقف الاقتتال وترك الاطفال يعيشون بسلام. اوجه رسالة ان كفاية الحروب، عن دمروا حياة المستقبل الأطفال، ما فيش عن خلاص الدنيا دمار. هنا برنامج تأهيلي لجمعية المعنفين أسريا والعائدين إلى أرض الوطن بالتعاون مع المركز اليمني للإرشاد الأسري مثل نافذة ضوء لديما وأقرانها، حيث بدت مطمئنة أكثر في هذا المكان بعد أن شعرت فيه بالسكينة، خصوصا وهي تواصل تلقي العلاج النفسي الذي يساعدها على الانخراط في المجتمع بعد أن أصبحت جزءا منه. تقع الجمعية في مديرية دار سعد، أما المركز التأهيلي فمقره في مديرية الشيخ عثمان، لكنهما يعملان بالتعاون على تقديم برنامج علاجي متكامل، ويبذلان جهودا حثيثة لإعادة تأهيل المعنفين أسريا والنازحين والمهمشين أيضا. نحاول نقدم لهم مساعدات وخدمات ترفيهية، لأنهم هذول عقب بعد معاناة الحرب، والآن الحمد لله يعني قدرنا نزيل الهم والغم نوعا ما من بعد نزوحهم، ونستقطب أكثر عدد كمان النازحين عندنا. يرى الكثيرون أن ثقافة العلاج النفسي يجب أن تنتشر في المجتمع، شأنها شأن أي علاج طبي آخر، خاصة وأن الحروب التي عاصرها المواطنون في هذا البلد جعلت من دور مراكز العلاج النفسي دورا أساسيا يجب أن يحظى بالاهتمام والدعم والرعاية الخاصة. يعتقد بعض علماء النفس بأن الجميع يحتاج إلى علاج نفسي، والعلى الأكثر حاجة إلى هذا العلاج هم الذين عانوا من العنف الأسري والتهميش المجتمعي وشهدوا ويلات الحرب، ولكن يبقى الأمل في مراكز ودور العلاج وإعادة التأهيل. حنين جمال، بلقيس، عدن.